أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درس اليوم موضوعه دور التفسير في تجريد الأحكام الشرعية، انطلاقا من قول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني أعزه الله وأدام ملكه، في كل عام تتجدد المناسبة ويتجدد معها هذا اللقاء العظيم في قصر جلالتكم العامر، في تظاهرة إسلامية فريدة تؤكد اعتزاز جلالتكم بالفكر والثقافة واحتضانكم لمجالس الأصالة الإسلامية. من هذا المنطلق يشرفني يا مولاي أن أتكلم في هذا الدرس عن موضوع دور التفسير في تجديد الأحكام الشرعية، انطلاقا من قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. السبب الذي دفعني إلى اختيار هذا الموضوع أن بعض الناس يتخوف من كلمة التجديد، ويعتبر أن التجديد مخالف للنصوص الشرعية، ويعتمدون على قاعدة فقهية صحيحة يقولون: لا اجتهاد في مورد النص. وهذه قاعدة فقهية سليمة، إلا أن مدلولها يختلف كل الاختلاف عما يستعمل اليوم. فالاجتهاد يكون فيما ورد فيه نص وفيما لم يرد به نص، والاجتهاد فيما ورد به نص هو الدور الذي يقوم به المفسر في تفسيره للنص من جانبين: من جانب ثبوته ومن جانب دلالته. فمن جانب الثبوت، النصوص هناك نصوص قطعية في ثبوتها، وهناك نصوص ظنية في ثبوتها، ودور المفسر هو ودور المجتهد هنا أن يبحث عن الدليل أولا، هل هو يصلح للاستدلال به أم لا. والجانب الآخر وهو الدور الذي يقوم به المفسر، وهو البحث عن الدلالة الظنية أو القطعية للنص. فإن كانت الدلالة قطعية فلا مجال فيها للاجتهاد، وإن كانت الدلالة ظنية هنا يكون موطن الاجتهاد واضحا، وهنا يبرز دور المفسر كبيرا في تفسير النصوص لكي تعبر عن مراد الله في النص الذي ورد به الحكم. وعلماء التفسير عندما يتحدثون عن علم التفسير يقولون غاية هذا العلم هو البحث عن مراد الله عن مراد الله بقدر الطاقة البشرية،
وهنا كلمة الطاقة البشرية دليل على ظنية الدور الذي يقوم به المجتهد أو المفسر. الموضوع سوف أتناوله من جوانب عدة. أولا سوف أتحدث عن التعريف، التفسير، العلاقة بين التفسير والنص، الخطاب، المخاطب، المخاطب. ثم سوف أتناول مدارس التفسير، سأتكلم عن المدارس، المدرسة التاريخية والمدرسة التقليدية والمدرسة العلمية. ثم سوف أتكلم عن أقسام التفسير، وهي الأقسام التي يقوم من الذي يقوم بالتفسير، هل هو التفسير التشريعي أم التفسير القضائي أم التفسير الفقهي. وبعد ذلك سوف أتحدث عن مجالات التفسير ومجالات التجديد، وهناك قواعد متعددة، قاعدة التفسير وقاعدة القياس وقاعدة الاستحداث. هذا مجمل الدرس. أولا عندما نقول كلمة تفسير، التفسير في اللغة تفيد معنى الكشف، الكشف المادي والكشف المعنوي، ويراد بها البيان، ويراد بها الظهور، ويراد بها التوضيح. والتفسير يراد به التوضيح والإظهار ولا يقال الظهور. والفرق بين الإظهار والظهور أن الظهور ذاتي لا يحتاج إلى جهد بشري، أما الإظهار فيحتاج إلى جهد عقلي، ولهذا نقول ظهر الهلال. هنا لا جهد، لا نجد جهدا بشريا لأن الظهور ذاتي، ولكنني أقول أظهرت المعنى، أي بذلت جهدا في إظهار المعنى، وهنا يبرز معنى العقل البشري الذي يسهم في التعريف بالمراد الذي يراد من ذلك النص. وكلمة التفسير تدفعنا إلى الحديث عن المفسر. من المفسر؟ هو الإنسان. المفسر هو النص وهو الخطاب الشرعي. علماء الأصول يتحدثون عن الحاكم والحكم والمحكوم عليه، وهي الحكم هو الخطاب الشرعي، أو الحكم المستمد من الخطاب الشرعي، والحاكم هو الله. لا نتحدث عن موضوع الحاكم ولا نتحدث عن موضوع المحكوم عليه وهو الإنسان، لأن ذلك يدخل ضمن مباحث الأهلية، وهي أبحاث طويلة ودقيقة. ولكنني أتساءل في البداية عن المخاطب. من المخاطب بالنسبة للنص التشريعي؟ المخاطب هو الإنسان، ولكن أي إنسان هو الذي يخاطب؟ عندما أجد نصا أجد نفسي أطرح على نفسي ذلك التساؤل، من المخاطب بالنص؟ إن قلت غيري فقد أعدمت النص. أقول المخاطب هو أنا، أي الإنسان الذي قرأ النص. إذن ليس هو غيري، لأنني عندما أقول المفسر الخطاب لغيري، إذن غيري هو الذي يقوم بالتفسير. وعندما أقول المخاطب هو أنا، أي الذي قرأت النص، فعندئذ علي أن أتصدى لمهمة التفسير. وهنا نقول تفسير جيل لا يغني عن تفسير جيل آخر. لا يجوز لإنسان في هذا اليوم أن يقول إنني لا أتصدى للتفسير، لأن جيلا سبق قد قام بهذه المهمة. فالخطاب الشرعي يتجدد لكل إنسان ويتجدد لكل جيل، وهنا يكون ذلك الجيل هو الذي يتصدى للتفسير، وهنا يبرز دور التجديد في كل جيل عندما يتصدى ذلك الجيل لتفسير الخطاب الشرعي الموجه إليه. والشاعر الباكستاني الشهير محمد إقبال عندما خاطب ولده قال: يا بني اقرأ القرآن كأنه عليك أنزل. وهنا يكون الخطاب الشرعي يتنزل على الإنسان
لا يتنزل مفهوم التنزل الوحي، إنما يخاطب به الإنسان لكي يقوم ذلك الإنسان إذا توفرت فيه شروط التكليف وشروط الكفاءة العلمية، هو الذي يتصدى لمهمة التفسير والاجتهاد، وهنا تكون بداية التجديد، يكون بداية الازدهار الفقهي في مجال الأحكام، لأننا نتصدى لمهمة الفهم المتجدد في كل عصر بما ينسجم مع رؤية ذلك العصر. النقطة الثانية وهي مدارس التفسير. المدرسة الأولى المدرسة التقليدية. ما الاعتبارات التي نأخذها عندما نريد أن نتصدى للتفسير؟ هل نلتزم بالدلالة اللغوية ولا علاقة لنا بمراد المشرع؟ الدلالة اللغوية، بعض المدارس المدرسة التقليدية تقول علينا أن نبحث عن إرادة المشرع عندما وضع التشريع، ونكتشف تلك الإرادة من خلال الدلالة اللغوية، فإرادة المشرع كامنة في الدلالة اللغوية. هذه هي المدرسة التقليدية، وهي وقد تبناها في مجال القانون علماء الفقه الفرنسي بعد الثورة الفرنسية، وسموها مدرسة الشرح على المتون، حتى أنه ينقل عن أحد الفقهاء الفرنسيين أنه قال: أنا لا أعرف شيئا اسمه القانون، إنما أشرح مدونة نابليون، لا علاقة لي بغاية بما يحدث من تطور في مجال القانون، وإنما مهمتي أن أقوم بالشرح المتن بما تدل عليه اللغة، ولو أدى ذلك إلى مخالفة ما يحتاج إليه الناس. هذه هي المدرسة الأولى. من الطبيعي أن تظهر مدرسة أخرى وقد تبناها علماء الفقه الألماني، قالوا: لا علاقة بين المشرع الوضعي وبين النص التشريع. لماذا؟ لأن المشرع عندما وضع النص كان يمثل ضمير الجماعة في لحظة ما، وضمير الجماعة يتجدد في كل عصر، فمهمة المفسر هو أن يفسر ذلك النص بما ينسجم مع ضمير الجماعة في العصر اللاحق له، وهنا يكون حركة التجديد مستمرة في مجال، ولو أدى ذلك في بعض الأحيان إلى أنه يتجاوز عن المتن أو النص الخطاب الشرعي. وهنا أخذ على هذا الاتجاه أنه سيؤدي إلى مخالفة النصوص الشرعية، وسيعطي للمفسر سلطة افتراضية يفترض من خلالها أن المفسر قد أراد إرادة وهمية متجددة سوف تتجدد في كل عصر، ويكون في هذا خروجا عن مقتضى النص القانوني. وهنا برزت المدرسة الثالثة التي حاولت أن تجمع بين المدرستين، بين المدرسة الملتزمة بالمعنى اللغوي وبين المدرسة المتطورة التي حاولت أن تعطي للمفسر دورا متجددا منسجما مع ضمير الجماعة المتجدد، حتى أنهم قالوا: لو أن ذلك المشرع ظهر في عصر آخر لكان تشريع معبرا عن ضمير الجماعة، فهو كالمرآة الذي يعبر عن ضمير الجماعة الذي يتجدد. فالمدرسة العلمية حاولت أن تأخذ بالمدرستين، التزمت بالنص، وحاولت في نفس الوقت أن تراعي مقاصد المشرع من ذلك التشريع، لأنه لا يجوز في جميع الأحوال أن يدفعنا الالتزام بالنص إلى مخالفة المقاصد التي قصد إليها المشرع. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة مدارس التفسير. الجهة التي تقوم بالتفسير إما أن تكون جهة تملك سلطة التشريع، وإما أن تكون جهة قضائية،
وإما أن تكون جهة فقهية. التفسير التشريعي هو الذي يقوم به الإنسان الذي يملك سلطة التشريع عن طريق التفويض، وهنا يكون التفسير التشريعي امتدادا للتشريع ذاته، ولهذا يكون له أثر رجعي، لأن التفسير يكون كاشفا عن إرادة المشرع. فلو أن قانونا ظهر في سنة ما ثم أخذ القضاء يفسره بطرق مختلفة ثم جاء تفسير تشريعي بعد سنوات، فإن ذلك التفسير التشريعي له أثر رجعي على القضايا السابقة، لأن التفسير التشريعي هو امتداد للتشريع وله أثر رجعي وهو ملزم. وهذا ما نجده بالنسبة للقرآن. السنة لها دور بياني، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وهنا دور السنة البيان، والبيان التشريعي الذي يملك نفس خصائص الخطاب القرآني. أما التفسير الثاني وهو التفسير القضائي، وهو الذي يقوم به القضاء، والقضاء ليس من اختصاصه في البداية أن يقوم بالتفسير. ولهذا لو أن إنسانا قدم دعوى إلى القضاء وطالب فيها بأن يفسر القضاء نصا من النصوص، من حق القضاء أن يرفض تلك الدعوى، لأن ليس من مهمة القضاء أن يقوم بالتفسير. ولكنه عندما يكون أمام قضية معروضة عليه ويكون بحاجة إلى القضاء إلى الفصل، فعندئذ يجوز للقاضي أن يفسر النص لحسب المنازعات، وهذا التفسير يسمى بالتفسير القضائي. فالتفسير إذن بالنسبة للقضاء لا يعتبر شيئا أساسيا، ويتميز التفسير القضائي بالروح العملية وبالمرونة، لأن القضاء يلمس حياة الناس ويعبر عنها. أما التفسير الفقهي فهو غاية بحد ذاته. الفقيه ليس قاضيا، وهو عندما يتصدى للتفسير يتصدى لبيان ما تدل عليه الدلالة اللغوية من معاني. يؤخذ على الفقهاء، سواء فقهاء الفقه الإسلامي أو فقهاء القانون، أنهم عندما يفسرون يبتعدون ويحلقون في الفضاء، يبتعدون عن قضايا الناس العملية. ولهذا من الضروري أن يكون هناك تقارب بين القضاء والفقه، لأن القضاء يستفيد من عمق الفقهاء في تحليلهم للمعاني وللدلالات اللغوية، والفقهاء يستفيدون من واقعية القضاء لكي يكون تفسيرهم منسجما مع الحياة الاجتماعية. وهنا يكون التجديد في التفسير، لأن الالتزام بالنص لا يجوز له أن يخرج المفسر عن مقاصد التشريع، سواء كان تشريعا وضعيا أو تشريعا سماويا. فالتشريع له أهداف، ومقاصد الشرع يجب أن تؤخذ بالاعتبار. وهذا ما نجده في كثير من الاجتهادات التي صدرت عن الصحابة. عمر بن الخطاب عندما أوقف ما كان يعطيه من أموال الزكاة للمؤلفة قلوبهم، ماذا فعل في هذا؟ أخذ بالاعتبار بأن الشريعة عندما أقرت هذا الحق للمؤلف قلوبهم، إنما كان يهدف من وراء ذلك إلى تأليف قلوبهم لمصلحة كانت واقعة. فعندما زال السبب أوقف ذلك الحق، والإيقاف هنا إيقاف مؤقت لزوال الأسباب أو لزوال الحكمة التي أدت إلى دفع الزكاة إلى تلك الفئة. وأيضا عندما نجد في بعض الاجتهادات ونقول في كثير من الأحيان إن عمر بن الخطاب أوقف حد السرقة في عام المجاعة،
يبتدئ الفقهاء يفسرون هذه الظاهرة. وفي رأيي أن الاجتهاد وهو اجتهاد عمر هنا اجتهاد قضائي، لأنه في مركز القضاء وفي مركز السلطة، فهو ليس اجتهاد فقهي وليس اجتهاد تشريعي. الاجتهاد التشريعي لا يملكه عمر، والاجتهاد الفقهي خاص بالفقهاء. أما عمر فهو في مركز السلطة، فكان قاضيا في هذا الموطن، فاجتهاده يدخل ضمن الاجتهاد القضائي. عندما أوقف حد السرقة، عمر لا يملك إيقاف حد من الحدود، ولكنه رأى أن أركان الجريمة لم تتوفر في الجريمة في السرقة في عام المجاعة. لماذا؟ لأن السرقة ركن الجريمة ليس هو الفعل المادي وهو أخذ المال من يد مالكه فقط، هذا ركن مادي بحت. هناك أركان ثلاثة للجريمة. الركن الأول وهو الفعل المادي، كما إذا قلنا في جريمة القتل إزهاق الروح، هذا جرم الفعل المادي. ولكن أحيانا نكون أمام جريمة مادية والقانون لا يحاسب عليها كما في حالات الدفاع عن النفس. فهناك إذن العامل الأول وهو الفعل المادي، وقد وقع في الجريمة في السرقة في عام المجاعة. والشرط الثاني وهو وجود النص الذي يحرم ذلك الفعل. أما الشرط الثالث فهو القصد إلى ارتكاب الجريمة بنية ارتكاب الجريمة. وهنا هذا الإنسان الجائع في عام المجاعة ولم يجد وسيلة أخرى لتلبية حاجاته، كان في وضع الإكراه، فعمر أوقف الحد لعدم توفر أركان الجريمة في هذه الحالة. وهذا لا يمنع من عقوبة أخرى غير العقوبة المتعلقة بالحد، والقاعدة ادرأوا الحدود بالشبهات. النقطة الرابعة وتتعلق بمجالات التجديد، وهو النص، ذلك النص الذي نتحدث عنه له امتدادات، الامتداد الأول والامتداد الثاني والامتداد الثالث. الامتداد الأول هو الامتداد اللغوي في إطار المنطوق والمفهوم، وهنا تحدث العلماء عن اللغة، كيف تثبت اللغة. إذا أردنا أن نقوم بالتفسير نرتبط بالنطق اللغوي، هذا النطق كيف نستطيع أن نفسر النص؟ قال تثبت اللغة عن طريق التواتر، النقل المتواتر عن العرب، وتثبت عن طريق نقل الآحاد، وتثبت عن طريق المنطق العقلي المدعم بالدليل، بالدليل النقلي، لئلا يكون هناك تقول على لغة العرب. واختلفوا في حكم القياس اللغوي، هل يجوز لنا أن نستعمل القياس في مجال اللغة؟ مثال ذلك نقول الخمر، الخمر استعمل بمعنى معين وهو الذي يؤدي إلى الإسكار. طبيعي اللغة أكثر ضيقا من الفقهاء في مجال القياس، الفقهاء يأخذون بالعلة، أما العلماء اللغة فيتمسكون بالنقل. لو أننا قلنا لو أن التفاح أخذنا عصير التفاح فأدى إلى الإسكار، هل يجوز لنا لغويا أن نقول هذا خمر؟ علماء اللغة يقولون لا يجوز لنا، البعض يقول لا يجوز القياس في اللغة، لأن الخمر يطلق على عصير العنب الذي يؤدي إلى الإسكار. أما إذا وجدنا أن الخمر استعمل في شيء أدى الإسكار في شيء آخر فلا يقال له خمر، لأن هذا يعتبر من التقول على العرب. الفريق الآخر قال يجوز لنا أن نستعمل القياس في مجال اللغة، لأن اللغة أيضا معقولة ويجوز لنا أن نستعمل القياس اللغوي. النقطة الثانية في مجال اللغة وهو أن الشرع استعمل الكلمات اللغوية وخرجت عن معناها اللغوي، بقيت مرتبطة بمعناها اللغوي ولكن الشرع تحكم فيها
عن طريق كما تحكم العرف في بعض الكلمات، فعندما تطلق كلمة الربا في القرآن نقول كلمة الربا ليست مجرد الزيادة، لأن الربح فيه زيادة أيضا. كلمة الربا تدل على شيء معين، لأن الشرع استعمل هذه الكلمة بطريقة معينة تدل على كيفية معينة من المعاملات، فإذا لا تطلق على كل زيادة. ولو أخذنا بالمعنى اللغوي لا استعملنا كلمة الربح في مجال في الربا في مجال الربح، لأن الربح أيضا فيه زيادة. فإذا الشرع يجب أن نأخذ بالاعتبار عند دراستنا للكلمات اللغوية وعند تفسيرنا الاستعمال الشرعي لتلك الكلمة. ولهذا الفقهاء يقولون عندما يتحدثون عن كلمة يقولون لغة وشرعا. لغة كيف استعملت لدى علماء اللغة وكيف استعملت عند علماء الشريعة. ثم بعد ذلك ننتقل في مجال الامتداد الأول إلى أن هذه الكلمة، الكلمة اللغوية لها منطوق وهو ما ينطق به الإنسان، لها منطوق ولها ظل يرتبط بالمنطوق ويدل عليه اللفظ عن طريق الضرورة من غير أن يقصده الإنسان، وهو ما يسمى بالمفهوم. عندما نقول فلا تقل لهما أف، نفهم من ذلك هذا النطق لا تقل لهما أف، ولكن ما هو المفهوم؟ المفهوم أنه لا يسيء إليهما، فإن استعمل وسيلة أقوى من كلمة أف فهذا يدخل ضمن المفهوم ولا يدخل ضمن المنطوق، فالكلمة تدل على شيء معين ورد به النص وتدل على شيء آخر لم يرد به النص، سكت عنه النص ولكنه عن طريق الضرورة يفيد ذلك المعنى، وهنا يكون له امتداد موافق وامتداد مخالف، فما سكت عنه اللفظ نعطيه حكم المنطوق أو نعطيه حكم المنطوق إن كان موافقا للمنطوق، ونعطيه حكما مخالفا في حالة مخالفته للمنطوق، كما إذا قلنا مثلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا هو المنطوق. إن جاء عدل بهذا الخبر هل نتبين؟ المعنى يفيد عن طريق الفهم أنه إن كان عدل وفي موطن الثقة فلا نتبين، لأن العدل لا يحتاج إلى بيان. أما هنا إن جاءكم فاسق، فهنا إن جاءكم فاسق يجب أن نتبين لأنه فاسق، فإن كان عدلا فلا نحتاج إلى التبين لأنه عدل، فالعدالة إذن تكفينا هنا عن التبين والتثبت. هذه القاعدة الأولى لللفظ، وهو امتداد في إطار التفسير. يمكن لنا أن نمد تلك القاعدة عن طريق التفسير المتجدد لكي نعبر عن قضايا مسكوت عنها عن طريق النطق، عن طريق استعمال مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. ثم ننتقل إلى قاعدة ثانية وهي قاعدة الإلحاق. هنا هذه خارج عن نطاق التفسير، وإن كان هي تدخل ضمن التفسير، ولكن هنا التفسير في إطار الروابط العامة بالنسبة لللفظ، في إطار الحكم وليس في إطار الدلالة اللغوية. فصلة الفرع بالأصل هنا ليست صلة لغوية، وإنما هي صلة علية، أي بالعلة، بالوصف الذي أنيط الحكم به، أناط الشرع الحكم بشيء ما، فهذا الحكم الذي نطق به الشرع يكون كالعربة القوية لأن الحكم ورد به. ثم تكون عندنا عربات صغيرة لا بد من وجود رابط بين العربة الأصلية والعربات الفرعية، ذلك الرابط هو ما نسميه بالعلة. العلة إن توفرت، علة الأصل إن توفرت في الفرع نعطي للفرع حكم الأصل،
وهنا يكون عملية الامتداد قاعدة كبيرة وواسعة وتعطينا فرصة لنبحث عن قضايا مسكوت عنها عن طريق التنظير وعن طريق القياس وعن طريق العلة. فالعلة هنا التي تقوم بدور توسيع دائرة القياس أو توسيع دائرة الحكم هي ما يسميها علماء الأصول بالوصف المناسب الذي أضاف الشارع الحكم إليه. كما إذا قلت في الخمر، الخمر حرم لماذا؟ هل لأنه سائل؟ لو كان سائلا لكان الماء محرما. لا، الشرع قال العلة ليست السيولة، ليست هي لأنه عصير عرب، العلة هنا الإسكار. فحيثما وجد الإسكار في أي مادة من المواد، من عصير العنب أو من عصير التفاح أو من عصير أي شيء، حتى أننا لو حفرنا بئرا وكان ماء البئر طيبا ثم كان من خصائص ذلك الماء أنه يسكر، نقول إنه محرم لوجود العلة، وهو الوصف الذي ربط الشارع الحكم به. ولهذا العلماء قالوا هنا يجب علينا أن نتحدث عن العلة. قالوا يشترط في العلة أن تكون ظاهرة، يشترط أن تكون منضبطة، أن تكون متعدية، ألا يكون الشارع قد ألغى اعتبارها. لماذا تكون ظاهرة؟ قال لأننا نريد أن نربط بها حكم، فينبغي أن تكون واضحة وتكون تحت نظرنا، لكي لا نربط الحكم بوصف غير مناسب فنقع في عملية الخطأ. كما إذا قلنا السيولة هي العلة في تحريم الخمر، عندئذ نحرم كل سائل وهنا نقع في الخطأ. فعلينا أن نبحث عن العلة، فالعلة تثبت أحيانا عن طريق النص، وأحيانا أحيانا تثبت عن طريق الاستقراء. إذا وجدنا هنا وهنا وهنا في كل مجال نجد أن العلة تثبت أحيانا عن طريق الاستقراء، كما هو الشأن عندما نتحدث عن موضوع الولاية. الولاية على الصغير، لماذا تكون الولاية على الصغير؟ كلما وجدنا صغيرا تكون هناك ولاية. ما العلة هنا؟ العلة الصغر، فعندما يزول الصغر يعود الرشد مرة ثانية ونثبت الرشد. هذه القاعدة أو الوصف أو الشرط الأول، وهو الظهور، أن تكون العلة ظاهرة، أن تكون العلة منضبطة. كيف تكون منضبطة؟ قال لو أننا ربطنا العلة بطريقة غير منضبطة لأدى ذلك إلى التحكم في تلك العلة، والناس يتحكمون بها بطريقة يخرجون عن الضبط المفروض في الأحكام الشرعية. الإفطار في رمضان، لو قلنا المشقة تبيح الإفطار، لجاء واحد من الناس وهو يركب سيارة مرسيدس مكيفة وذهب إلى مكتبه وعاد إلى البيت قال لقد شعرت بمشقة كبيرة. قلنا لا، المشقة ليست منضبطة، ربطنا الحكم بوصف ظاهر وهو السفر، فالسفر مظنة للمشقة، فحيثما وجد السفر تكون هناك مظنة للمشقة. وجدت المشقة أو لم توجد، من الممكن أن لا يشعر الإنسان في السفر بأي مشقة، ومع هذا فإنه يجوز له أن يفطر، لأن السفر في الأساس وهي قاعدة عامة مظنة للمشقة، فإذا ربطناها بوصف منضبط. الشرط الثالث أن تكون العلة متعدية، بمعنى ليست علة خاصة خارج عن نطاق القياس، ليست علة لا تقبل التعدية، ينبغي أن تكون قابلة للتعدية لكي تنتقل من الفرع، من الأصل إلى الفرع، لأننا نقف أمام حكم الفروع وعلينا أن نثبت للفرع حكما ليس له حكم، ولكن نثبت له الحكم لأننا نقيس الأصل أو نقيس الفرع بالأصل عن طريق العلة، وعندئذ نعطي للأصل للفرع حكم الأصل وتكون هنا قاعدة القياس. القاعدة الثالثة أو الرابعة، الشرط الرابع في العلة، أن لا تكون العلة من الأوصاف التي ألغى الشارع اعتبارها. هناك أوصاف ولكن الشرع لم يعتبر تلك الأوصاف. مثال ذلك لو قلنا الطلاق أعطي للرجل ولم يعطى المرأة،
لماذا لم أعطي المرأة؟ الشرع ألغى هنا المصلحة بالنسبة للمرأة. لماذا؟ لمصلحة أسمى وأكبر، لئلا نوسع دائرة الزواج، دائرة الطلاق. فإذا الشرع هنا عندما قرر حكما ألغى المصلحة بالنسبة للمرأة واعتبره بالنسبة للرجل، لئلا نوسع دائرة الطلاق في العلاقات الإنسانية، وأعطى السلطة أو الحق للمرأة في أن تطالب بالطلاق بطريقة منظمة. هذه هي القاعدة الثانية أو الامتداد الثاني، وهو الامتداد القياسي. وهناك الامتداد الثالث، وهو الامتداد الاستحداثي. كيف يمكننا أن نستحدث حكما؟ من الطبيعي أن الاستحداث لا يدخل ضمن قواعد التفسير ولا يدخل ضمن قواعد القياس. الاستحداث له قاعدة جديدة، وهي مقاصد الشريعة. عندما نجد ذلك النص نجد أن ذلك النص له امتداد، وهو روح النص، الغاية التي أنزل لأجلها النص، وهو جلب المصالح ودرء المفاسد. عندما تكون هناك مصلحة فعلينا أن نمتد مع تلك المصلحة، وأن نستحدث أحكاما لكي تلبي تلك الأحكام مصالح الناس. والأدلة كثيرة على جواز الاستحداث، منها حديث معاذ عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وهو حديث معروف. ثم النصوص محدودة، وحوادث الناس متجددة، ولا يمكن للنصوص المحدودة أن تلبي حوادث الناس المتجددة إلا عن طريق استحداث أحكام جديدة. والتجديد هنا يمثل الاستمرارية، والذين يرفضون التجديد يرفضون استمرارية الشريعة الإسلامية، لأن الاستحداث هو الذي يكفل للشريعة الاستمرار. فإذا قلنا لا اجتهاد، والذين قالوا لا اجتهاد إنما حكموا على الشريعة بالإعدام. ولا يملك أحد أن يقول لا اجتهاد في الشريعة، ولا يملك أحد أن يقول لا أغلقنا باب الاجتهاد. الاجتهاد هو الرؤية المتجددة، ونحن مكلفون شرعا بأن نفسر إذا توفرت شروط التفسير. ولا يجوز لإنسان أن يقول لأنني أنا لا أجتهد لأن الاجتهاد أغلق بابه. هذه الرؤية البشرية التي خوطبنا بها بمقتضى التكليف الشرعي. هناك شروط للاستحداث. الشرط الأول هو الكفاءة. شرطان: الكفاءة العلمية والسلامة الاعتقادية. إذا كان هناك إنسان صاحب بدعة ليس مستقيما في فكره، لا نسمح له بأن يتصدى لعملية الاجتهاد ولا لعملية الاستحداث. الشرط الثاني أن يكون صاحب كفاءة علمية، والكفاءة العلمية هنا ضرورية، لأننا كما نقول في مجال الطب لا يجوز لأحد أن يجتهد في قضية طبية إلا أن يكون طبيبا. حتى في الأحكام الشرعية إذا كان الحكم مرتبطا بقضية مختصة لا يقرر فيها الفقيه. عندما نتحدث عن الطفل في بطن أمه، كم يمكس الجنين في بطن أمه؟ هذه ليست من اختصاص الفقهاء، هذه قضية تحال إلى رأي الطب، والطب هو الذي يقرر، والرأي الفقهي يدعم الرأي الطبي. أما أن نقول إن هذا الطفل قد ركض وبقي سنة ولا سنتين ولا ثلاثة، هذا أمر لا يدخل باختصاص الفقهاء إذا كان عندنا إمكانية قطعية لمعرفة الحقيقة. وعملية الاستحداث أيضا تحتاج إلى أن نكون أمام أحداث جديدة تفرض علينا أن نتصدى لعملية الاجتهاد والاستحداث لكي تكون الشريعة مؤدية للغرض منها. ولقد دعوتم يا مولانا في كل مناسبة إلى التجديد، وأذكر كلمة عام 64 عندما أنشأتم دار الحديث الحسنية، ودعوتم إلى أهمية دراسة الفكر الإسلامي. قلتم بيد أن عملا تجديديا لا بد إلا أن يواكب الفكر الإسلامي لكي يؤدي دوره في خدمة المجتمع الإنساني. هذه ملاحظات حول موضوع التفسير ودوره في تجديد الأحكام الشرعية. مولاي صاحب الجلالة،
في كل مناسبة توقدون مشاعل الفكر وترفعون ألوية الثقافة وتطالبون بأن تكون يقظة المسلمين عاقلة رصينة تبني ولا تهدم، تعزز قيم الفضيلة في النفس وتعلي صرح الكرامة الإنسانية لكي يعيش الإنسان آمنا مستقرا، لا تطارده أشباح الخوف في الظلام ولا يسقط فريسة تطرف جاهل يقوده من حيث لا يدري إلى مستنقعات يأباها الإسلام. والمغرب بلد الأصالة والقيم، من أطرافه انطلقت رايات دعوة ومقاومة وصمود، وفي رحابه اكتظت حلقات العلم بروادها. وسوف يظل المغرب بفضل رعاية جلالتكم لإرثه الديني والثقافي مصدر إشعاع وعطاء، معتزا بذلك الإرث، فخورا به، مؤتمنا عليه. والإسلام في المغرب وليد ذلك التاريخ الطويل، يحمل قسمات هذا الشعب، والأرحام التي اعتزت بقدسية الوفاء تظل طاهرة نقية لا تعبس الليالي المظلمة بملامح أجنتها. ومغرب الحسن الثاني سيظل باستمرار الرحم الشرعي الأصيل الذي يحتضن صحوة الأصالة، والأرحام الشرعية لا تنجب إلا ذلك الوليد الذي يحمل في قسمات وجهه خصائص الآباء وتبرز من خلال سلوكه قيم الأجداد. وأنتم يا مولاي تمثلون الضمير المغربي في امتداده التاريخي، في شموخه النضالي، في نبله ووفائه، في انفعاله وكبريائه، وتجسدون ذلك التاريخ كأصدق ما يكون التجسيد في عظمة مواقفكم وعظيم وفائكم وترفعكم النبيل المعبر عن طبائع النفوس الأبية المطوقة بكبرياء التاريخ العريض والمؤتمنة على شرف الأجداد. وأدعو الله تعالى أن يحفظ جلالتكم وأن